السلام عليكم ورحمة الله، طلبتنا الأعزاء طلبة المرحلة الثالثة حياكم الله. نستأنف وإياكم مختبرات الفارماسيوتيكال تكنولوجي بارت 2. المختبرات مبسطة قدر الإمكان لغرض الاطلاع والتسهيل، وإن شاء الله يسر الله لنا العودة إلى مختبرنا. سيكون لنا تفاصيل أكثر إن شاء الله، وخاصة في الجانب العملي. مختبرنا اليوم هو استكمال لما بدأناه في بداية هذا الكورس، وهو الدسبير سيستم. وكنا قد أكملنا موضوع السسبنشن دوزج فورم، وأيضا أنه الدسبير سيستم هو أني undissolved or immiscible drug، وبالتالي راح يكون عندنا two phase. الفيز الأول راح نسميه dispersed phase، والفيز الثاني نسميه dispersing phase، أو نقدر نسميه dispersion medium or continuous phase. كلها تدل على نفس المعنى. بالdispersed system قلنا انه عندنا انقسمه الى قسمين حسب البارتيكل سايز مال ديسبيرس فيز. قلنا اما كورس بارتيكلز، وبالتالي هذا يكون حجم البارتيكل سايز من 10 الى 50 مايكرومتر، واما فاين ديسبيرشن ويكون حجم البارتيكلز من 0.5 to 10 مايكرومتر. طبعا الكورس ديسبيرشن يشمل السسبنشن دوزج فورم و الإمولشن دوزج فورم، والفاين ديسبيرشن قلنا يشمل انه كولويدال ديسبيرشن والماجما سان جوز. حقيقة اخذنا السسبنشن دوزج فورم وكواليتي كنترول اوف سسبنشن دوزج فورم، واليوم ان شاء الله ناخذ الإمولشن دوزج فورم، وان شاء الله القادم كواليتي كنترول. طبعا قلنا انه بما انه هذه البارتيكلز هي لارج بارتيكلز، وخصوصا في حالة السسبنشن، فتحتاج مودريت اديكيشنز اوف ذا كونتينر. وقلنا هذه اهم نصيحة نقدمها للبيشنت، انه يسوي هذا مثل ما تلاحظون التقسيم السسبنشن دوز، تقسيم عفوا الدسبير سيستم، سسبنشن دوزج فورم وامولشن دوزج فورم والجل والماجما. قلنا الامولشن دوزج فورم may be defined as two immiscible liquids. اذا هو liquid dosage form، وايضا الdispersed phase والdispersion medium مالته بالغالب يكونون هم liquid. One of which is finally subdivided and uniformly dispersed as droplets throughout the other. فاذا هو two immiscible liquids، دول ال two immiscible liquids يكون واحد dispersed phase والثاني هو dispersion medium او continuous phase. وهذا السيستم should be stabilized by using a chemical agent called emulsifying agent. هذا طبعا بخواص وبصفات كيميائية ان شاء الله يعني نرجع عليها من نرجع للمختبر، وخصوصا يهمنا بالكواليتي كنترول اوف emulsion dosage form emulsifying agent. هذا الامولسيفاينج ايجنت نفس ما ذكرنا انه هو اني كيميكال ماتيريال ذات عندها هاي الصفه انه هاف ذا ابيليتي تو فورم ان ادزورب فيلم اراوند ذا ديسبيرس دروبليت. فاذا هذا هاي الامولسيفاينج ايجنت هو اني كيميكال، يعني اي ماده كيميائيه عندها الابيليتي تو فورم ادزورب فيلم اراوند ذا ديسبيرس دروبليت، هاي نقدر نستخدمها از امولسيفاينج ايجنت. هذا نستخدمه to prevent coalescence، يعني انه هاي احنا قلنا هو emulsion هو عبارة عن oil in water or water in oil، for prevention of coalescence يعني prevent التجمع مال lipid
دروبليت حتى نمنعهم انه يتجمعون نستخدم emulsifying agent. وقلنا هاي emulsifying agent هي any chemicals that have the ability to form فيكون الامولشن تايبس ان تو تايبس من الامولشن. هو الامولشن عباره عن اكيوس اكيوس ليكويد اند اويل اور واكسز. فيكون التايبس اوف امولشن اما اويل ان ووتر اما اويل اويل ديسبيرس ان ووتر فهذا نسميه اويل ان ووتر امولشن وإما water dispersed in oil فهذا نسميه water in oil emulsion. وهذا طبعا فد موضوع كلش مهم بالنسبة لنا راح ناخذه إن شاء الله بالquality control. يعني شلون نعرف type of emulsion طبعا عندنا factors affecting on type of emulsion. يعني هذا شنو اللي يحكم لنا انه هذا الامولشن يكون اويل ان ووتر لو ووتر ان اويل. طبعا مو شغله يعني فجائيه او يعني شغله اعتباطيه. هذا اكوردنج تو فاكتورز. الفاكتورز هاي مصنفه يعني بطريقه تسلسليه. يعني اولا ذا تايب اوف امولسيفاينج ايجنت ذا تايب اوف امولسيفاينج ايجنت يوز اهم نقطة هي النقطة الاولى لان هذا يعني مصنفة بطريقة تسلسلية. يعني شنو اكثر factors affecting on type of emulsion هو type of emulsifying agent used. يعني بعدين شنو الفاكتور الثاني اللي affecting on type of emulsion نقول order of mixing of the two immiscible phases. يعني هاي بعدين راح نجيب له في البروسيجر الorder of mixing يعني اللي قاعد نخبطه شلون صاير. هل انه هو راح ينطيني ووتر ان اويل لو راح ينطيني اويل ان ووتر فهذا راح نجي ان شاء الله عمليا. وثالثا الراتيو اوف ذا تو ميزبل ليكويدز يعني بالتاكيد اذا انا مخلي ووتر اكثر على الاغلب راح يكون الكونتينوس او الديسبيرشن ميديوم هو ووتر فيكون التايب اوف امولشن اويل ان ووتر. واذا بالعكس انا مخلي اويل اكثر ايضا طبيعيا راح يكون الكونتينوس فيز هو الاويل فيكون تايب اوف امولشن هو ووتر ان اويل. فقلنا هذه النقاط مصنفه بطريقه تسلسليه فاهم فاكتور هو الاول ويليه الثاني ويليه الثالث. فاذا هاي النقاط مصنفه بطريقه تسلسليه فهذا الديكريز ان افكت. فاول نقطه هي اول نقطه هي الاعلى افكت والنقطه الثانيه اقل والنقطة الثالثة أقل من عندهم اثنينهم. لكن هم ثلاث نقاط بالمجموع يؤثرون على التايب اوف امولشن هل هو الفارماسيوتيكال ابليكيشن اوف امولشن. طبعا الامولشن دوزج فورم يوزد فور اول روت اوف ادمنستريشن يستخدم في جميع الروت اوف ادمنستريشن بما فيها الاي في روت يعني موجود IV root IV drugs هي عبارة عن emulsion dosage form. ومثالها مثلا الليبيد اكو ليبيد ينطول للبيشنس خصوصا دول اللي unconscious يعني فاقدين للوعي ولا ياكلون ولا يشربون دول ينطوهم يسموه IV emulsion lipid. هذا واحد يعني مثال على ال pharmaceutical applications in IV route of administration. وبقية الروتس أيضا هواية يستخدم بها الامولشن. To enhance palatability of oils when given orally يعني هذا على مود الطعم وين انت تنطي مثلا oils وحدها البيشنت بهيك حالة ما راح يتقبلها فهذا راح يقلل لنا البيشنت adherence. وبالتالي احنا كل ما نحسن البالاتيبلتي مال الدوزج فورم مالتنا راح يكون افضل فهذا افضل مما تنطي للبيشنس اويل وتقول له اشرب هذا صعب عليه فبالتالي نستخدم له emulsions. فاحنا بهاي الحاله راح نقدر ننطي اويل دراج ان اكيوس دوزج فورم.
They can increase absorption of oil and oil soluble drug through intestinal wall. وبما انه هو هذا oil فاذا الانتستينال absorption مالته راح يكون عالي كلش لان طبعا الميثودز اوف بريبريشن يعني هسه راح نجي عليه ان شاء الله. ف الامولشنز نقدر نحضره بالسمول سكيل مثلا بالمختبرات هاي نستخدم المورتر بيسل اور الكتريك ميكستشر اور هوموجينايزر هذا هم نقدر نستخدمه بالمختبرات ونقدر على المصانع يعني الانتاج الاوسع. طبعا all equipment must be clean and dry. كلين اوكي فاهمي دراي لان احنا هذا قلنا البروبورشنز اوف ووتر تو اويل والاويل تو ووتر تؤثر على التايب اوف امولشن راح ينتج عندي. فبالتالي اذا انا الاكويبمنت مالتي مو دراي راح ياثر لي على التايب اوف امولشن اللي انا قاعد احضره. All oil soluble and water soluble components of the emulsion are separately dissolved. يعني نحضر جماعة الأويل واحد وجماعة الواتر واحد وبعدين يلا نخلطهم. وأيضا نستخدم suitable emulsifying agent. طبعا هذا بي يعني كرايتيريا على أساس نحدد الامولسيفاينج agent ولكن most commonly used emulsifying agent وخصوصا بالأورال emulsion نستخدم الأكيجيا جام. هذا طبعا اللي هو most commonly used إذا نريد نسوي oil and water emulsions for oral use دائما نستخدم الاكياجيا جام. طبعا هنا هذا راح يجي ان شاء الله عليه بالبروسيجر من يعني نرجع للمختبرات. نحضر فد يعني emulsion stable emulsion نسميه primary emulsion. هذا البرايمري امولشن نحضره بالبداية وبعدين نخففه الى الامولشن النهائي. هذا بعدين راح نجي عليه ان شاء الله بالبروسيجرات. احنا الان فقط ننطيكم معلومات مختصرة حتى تبقون على تواصل ان شاء الله. والجانب العملي يعني خصوصا في الجانب النظري والجانب العملي طبعا هنا عندنا جدول. هذا الجدول مهم جدا هذا يحفظ اللي هو calculations of the quantity of primary emulsion. يعني احنا قلنا لازم نحضر primary emulsion. فهذا primary emulsion شلون نحضره؟ عندنا طبعا procedure اوكي نمشي عليه هذا بعدين نمر عليه procedure. الان نريد نعرف ايش قد نسوي مزج من quantities من كل مادة حتى نحضر primary emulsion. فاحنا قلنا احنا اساس الامولشن هو عباره عن اويل. هذا اويل لازم عندنا اويل زين ولازم عندنا ووتر ولازم عندنا امولسيفاينج ايجنت. وقلنا الموست كومنلي يوزد امولسيفاينج ايجنت تو بريبير اورال امولشن هو الاكيجيا جام. فاذا هسه هذا الجدول خاص انه الامولسيفاينج ايجنت مالتنا الاكيجيا وعندنا اويل وعندنا ووتر. طبعا مثل ما نعرف الاويل انواع يعني الاويل اكو بي فيكست اويل اكو فولاتايل اويل واكو المينرالز اور الهيدروكربون. هذول التايبس اوف اويل. فهسه مثلا احنا نجي نريد عندنا مثلا الاويل مالتنا فيكست فشنو نقول؟ نقول مقابل كل أربع أجزاء من الأويل ناخذ جزء من الووتر وجزء من الأكيجيا. يعني مثلا خلينا نقول الأويل عندنا بالبريسكريبشن مالتنا خلينا نقول هو 10 مل. فهاي العشرة مل تمثل أربع أجزاء. هنا لاحظ احنا ما قاعد نحكي لا يعني الأربعة ما قاعد نقول لا هي ملات ولا هي أي شيء، نقول 4 بارز. فالأربع أجزاء من الأويل تمثل 4 بارز. طيب فالووتر ايش قد راح ناخذ؟ بهيج حاله راح نقول نص الاربعه 2 فنص العشره ايش قد؟ 5. فاذا راح نقول الووتر راح ناخذ 5 مل. والاكيجيا نص الخمسه ايش قد؟ 2.5 فناخذ 2.5. فنحفظها شلون؟ اذا عندنا فيكست اويل فيكون 4 من الاويل
او نقول كميه الاويل اللي منطينا اياها بالبريسكريبشن ونصها ووتر نخلي ونصها اكيجا او امالسيفاينج ايجنت. هذا هيك نقدر نحدد انه قد الكوانتيتيز اللي نخبطها حتى نحضر البرايمري امالشن دول نخبطهم وهذيك حاله راح يتحضر عندنا البرايمري امالشن. هاي بحاله انه عندي فيكست اويل. اما اذا نوع الاويل عندي فولاتايل اويل فايش اقول؟ اقول اخذ كميه الاويل قد ناطيني مثلا هو الاويل 10 مل 20 مل الى اخره وبقدها اخذ ووتر ونصهم اخذ اكيجيا. فمثلا هنا 20 مل فاذا اخذ ووتر ايضا 20 مل واكيجيا راح اخذ 10 جرام. زين التايب الثالث هيدرو كربون المينرالز اويل هنا 3 بارس من الاويل وثلثين من عدها من الووتر وثلث واحد من الاكيجيا. فنحفظها هيك يعني اقول هنا الاويل نص ووتر ونص الووتر اكيجيا. هنا البولاتايل اويل نقول الاويل بجد ووتر ونصهم اكيجيا. وهنا المينرالز نقول الاويل ثلثين الووتر وثلث الاخير اكيجيا. دول نخبطهم سويها بالمورتر اندسل وراح يتحضر البرايمري امولشن. طبعا البرايمري امولشن شلون نعرف اتحضر؟ انه من قاعد نخبطهم بالمورتر والبصل نحس قامت تطلع مثل الطقطقه بالخلط. يعني احنا ذولا كلهم ليكويدز فبالبدايه اول ما نخلط هيك عبالك يعني قاعد نخلط ليكويدز وحدهم شويه شويه يصير بهم ثيكنينج وبالاخير راح يصير عندنا مثل الطقطقه من قاعد نخوط. هاي الطقطقه اللي نسمعها مثل الكليكينج ساوند يعني شلون من ندوس الماوس مال الحاسبه كليكينج. زين هذا نقول عليه هو هذا تحضر البرايمري امولشن. قلنا البرايمري امولشن هو ثيك ستيبل امولشن فهذا نخففه بعدين حتى نحضر الامولشن النهائي. وهاي نرجع لها ان شاء الله بالبروسيجرات مالتنا. وايضا راح ناخذ بريسكريبشنات وكل بريسكريبشن احدد شنو نوع الاويل ويا خطه من هذا الجدول استخدم له. يعني تجيني بريسكريبشن اقول هذا الاويل شنو اول شيء فولاتايل اويل اذا اخلي هل قد اويل وبقد ووتر ونصهم اكيجيا واروح اكمل. طبعا في حاله انه طبعا الاويل والووتر ينقاسون بالمل والاكيجيا تقاس بالجرام. اذا عندي مور ذان 1 اويل يعني عندي مثلا 2 اور 3 او الى ما لا نهايه عدد من الاويلز فاجي احسب كل واحد يعني واحد احسب انه هذا الاويل هذا مثلا فيكست ايش قد يحتاج لووتر ايش قد اكيجيا هذا فولاتايل ايش قد ووتر ايش قد اكيجيا والى اخره. اكمل كل اويل كانما هو وحده وبالاخير اجمع الجد يحتاج لووتر. طبعا الميثودز اوف بريبريشنز هاي طبعا عندنا دراي جام ميثود ويت جام ميثود نيسنت سوب هاي طبعا كلها راح نجي عليها ان شاء الله عملي. وكل خطوه من هاي عفوا كل طريقه من هاي الطرق. هذا الجدول الاخير هذا اللي من عنده نحضر نوع الاويل هل انه فيكست اويل. طبعا هاي مو كل الاويلز طبعا اكيد المستخدمه لكن هي الموست كومنلي يوزد اويل. فمثلا يجيني خلينا نقول ليمون اويل فراح اقول هذا مباشره ارجع عليه انه هو هذا التايب مالته هو هذا فولاتايل اويل فبالتالي استخدم بجد الاويل اللي ناطيني اياه استخدم ووتر ونصهم استخدم اكيجيا تو بريبير. وشكرا.